أهلا وسهلا بكم. رغم أنها لا زالت في مراحلها التطويرية، فالنسخة القادمة من توزيعة أوبونتو 13.10 عرفت عدة تغييرات تستحق أن نلقي النظر عليها. نبدأ من اللوحة الرئيسية، حيث أنه حين نقوم بالبحث عن كلمة محورية ما تظهر لنا نتائج محلية، أي برامج وتطبيقات توجد على جهازنا كنتائج أولية مفضلة. بعدها تظهر عدة نتائج متعلقة بالبحث في الانترنت. هذه النتائج مصنفة على فئات تسمى بالسكوبس. في أوبونتو 13.10 ستنضاف ما يسمى بسمارت سكوبس، وسيكون منها حوالي 100 سمارت سكوبس. هذه السكوبس أو هذه الترشيحات تمكن من البحث في عدة مواقع وخدمات متوفرة عبر الانترنت. يمكننا أن نفعل ما نريد من هذه الخدمات يدويا باختيارها، ويمكن أيضا استخدام خاصية البحث المباشر عن خدمة أو داخل موقع ما مباشرة من خانة البحث. هكذا يمكنني مثلا أن أبحث أو أتفقد حالة الطقس في المغرب من اللوحة الرئيسية. يمكنني أن أتنقل بين حالة الطقس في الأيام المقبلة. أيضا يمكنني أن أقوم بنفس الشيء بالنسبة لمدينة ما، وهكذا أقوم بالبحث عن حالة الطقس في مدينة وزان، مدينة الخاصة بي مثلا. يمكن أيضا أن أبحث عن الأخبار أو أتتبع الأخبار في دولة ما، هكذا أتتبع الأخبار في مصر. يمكنني أن أتنقل بين الأخبار داخل اللوحة الرئيسية. المبرمجون أيضا أتيحت لهم ترشيحات خاصة بهم كترشيح جيت هاب الذي يمكن من البحث داخل أكواد مصدرية. هكذا يمكنني البحث عن لينكس وأفتح في متصفح فايرفوكس فيفتح لي موقع جيت هاب مباشرة على صفحة الخاصة بالكود المصدري لينكس. يمكنني أن أبحث في ويكيبيديا عن كلمة محورية مباشرة من اللوحة الرئيسية وفتحها في فايرفوكس المتصفح الرسمي لأوبونتو 13.10. إضافة إلى سمارت سكوبس، فالتنقل والبحث في اللوحة الرئيسية أصبح أسرع وأكثر سلاسة من النسخة 13.04. مثلا حين أبحث في عدسة الفيديوهات عن كلمة محورية، فالنتائج تظهر أسرع والتنقل بين هذه النتائج يكون أكثر سلاسة. حتى أنه بالنسبة للنتائج الخاصة بيوتيوب، فالوصف الخاص بالفيديو يظهر بشكل ممتاز عكس ما كان عليه حسب تجربتي في النسخة السابقة، النسخة 13.04. التغيير الثاني الأكثر أهمية الذي سنراه في النسخة 13.10 من أوبونتو هو اعتماد الشركة لخادم عرض خاص بها يسمى بيمير بدل الخادم الذي كان يستخدم في النسخ السابقة ومن أغلب توزيعات لينكس خادم X. هذا الخادم الجديد قمت بتجربته رغم أنه لم يوفر بعد في المخازن الرسمية، وكانت النتيجة طيبة لحد الآن. استخدام النوافذ، بعض التأثيرات، فلم أواجه فيها أي مشاكل. في النسخة النهائية نسخة 13.10 سيكون خادم مير هو الخادم الرئيسي، وخادم إكس سيكون موفر كنسخة أو كخادم احتياطي في حال واجه البعض مشاكل مع خادم مير. بالنسبة لإعدادات النظام، فالتغيير الوحيد الذي لاحظته لحد الآن خاص بالخصوصية. الخصوصية استبدلت بالحماية والخصوصية، وحين ندخل لها نجد أربعة ألسنة. في هذه الألسنة يمكننا التحكم في الحماية، في إعدادات البحث في اللوحة الرئيسية، هل نريد تفعيل أو إلغاء تفعيل البحث في الانترنت، ونجد أيضا إمكانيات إرسال والتحكم في تقارير العلل بالنسبة للتوزيع. على مستوى البرامج فلم ألاحظ أي تغيير، فما زال متصفح فايرفوكس هو المتصفح الرسمي لأوبونتو رغم القيل والقال الذي كنا سمعناه في الفترة الأخيرة عن إمكانية جعل متصفح كروميوم هو المتصفح الرسمي انطلاقا من النسخة 13.10. لكن جميع التطبيقات عرفت تحديث لنسخها الأخيرة، فايرفوكس في نسخته 23، بالنسبة للنواة فهي في النسخة 13، وبالنسبة للتطبيقات المعتمدة على جنوم فكلها تم ترقيتها للنسخة 3.8. من كل هذه التطورات يبدو لي أن النسخة القديمة من أوبونتو 13.10 ستكون أكثر ارتباطا ودمجا للأنترنت. هل هي خدمة أو سعي للربح؟ لا أعرف. لحسن الحظ أن أوبونتو تعطينا خيار إلغاء التفعيل، والمجتمعات الخاصة بلينكس تعطينا بدائل أخرى. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء. هنا تبديل مطلق التطبيقات من النمط المستخدم افتراضيا لنمط آخر يسمى بالنمط كلاسيكي. طريقة ضغط يمين بدل لنمط كلاسيكي للقائمة. في الواجهة العربية تطير القائمة أو الأيقونة للجهة اليسرى. سأعيدها
بعد قليل فيصبح شكل القائمة على هذا الشكل كلاسيكي مشابه نوعا ما لما هو على واجهات XFCE أو XDE أو بعض الواجهات الكلاسيكية. يمكن إعادته للنمط مطلق التطبيقات في نفس الطريقة. الآن لو أردنا إرجاعه إلى مكانه الأصلي سيجب أن ندخل لإعدادات اللوحة كاملة ذلك.